مليان عبد الكريم الخولي، مدير إنتاج مؤسسة روتوغرافيا الأردن طباعة والتغليف. تحكي لنا عن مجال شغلكم وعن البرودكت تاعكم. احنا أول شيء شركة بتأسست سنة 1988، يعني بجزء من أقدم الشركات في طباعة الروتو. طباعة الروتو صعب هلا الواحد يحكي شو الروتو هاي، لأنه هي كلمة يعني معناها نظام الطباعة الحفرية، يعني بنحفر على سلندرات الحفر. لكل مواد التغليف والتعبئة، يعني أي شيء بخطر ببالك، تعبئة، ليبل، بيبسي، بسكوت، شوكولاتة، شيبس، كل هاي الأمور إحنا بنشتغل فيها كأمور رولات طباعة. الميزة تبعتنا الكبيرة إحنا إنه إحنا بنشتغل الشغلة من الألف إلى الياء، ما فيش عنا يعني فيش عنا أي مجال إنه نعمل الشغلة أي شغلة إلنا برا. الشغلة الثانية ميزتنا إنه إحنا بنطلع كواليتي عالية، فترة زمنية قياسية مختلفة عن أي منافسين إلنا، بالإضافة طبعا المهارات الموجودة عندنا والتكنيك الموجودة عندنا والطبيعة المطابع الموجودة عندنا. يعني احنا شايفين هون معظم شغلكم ليبلز. بالضبط، من أهم الكلاينت عندنا، يعني نعتبره زي كلاينت بروموشن، يعني انه شركة بيبسي، بنشتغل لبيبسي الأردن، احنا موردين الأساسيين الرئيسيين لبيبسي الأردن، بيبسي العراق، بيبسي طبعا العراق جميع من بغداد، أربيل، الكوفة، كل هذا الشغل. العالم كلها صار مجال الطباعة، مجال التغليف، مجال كبير واسع، فالناس صارت تتندل من وين بدها تروح ومن وين تيجي. فطبيعة المعرض هذا ودتنا لمرحلة إنه إحنا صارت الأمور سهلة. في ناس إذا استغربت إنه في مطابع في البلد بالطريقة هاي، في تكنيك موجود عالي بالطريقة هاي، صار عليهم أمور أسهل، استغربوا إنهم بيشتغلوا الشغل هذا برا قاعدين وهو موجود في مطابع في البلد هنا بالطريقة هاي. فأنا سعيد جدا إنه في معارض زي هيك تنعمل، لأنه توضحت للعالم، وخاصة كمان في ناس أجت من العراق، أجت من سوريا، في جنسيات مختلفة أجوا هون عشان يتفاجئوا إنه في مطابع بالطريقة هاي موجودة في الأردن. كتير 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 ممتاز، كتير حي، كتير ممتاز، منظم، مرتب، كل واحد عارف شو إله شو عليه. الموعد تبعه كثير ممتاز، خاصة بيحترم موعد الشغل تبع الموظفين كمان، إنه الواحد كان يخلص شغله ويجي. التعاون كثير كويس من جميع الموجودين يعني بصراحة.